أحبطت الإدارة العامة مكافحة المخدرات محاولة جلب ستة أطنان ونصف الطن من مخدر الحشيش من إحدى الدول العربية وإخفائها داخل إحدى مراكب الصيد عبر مياه البحر المتوسط مركب للصيد اعدت وجهزت خصيصا لجلب شحنه كبيره من مخادر الحشيش من احدى الدول العربيه بواسطه تشكيل عصابي عبر مياه البحر المتوسط والسعي لانزالها قباله سواحل احدى الدول المجاوره تمهيدا لادخالها للبلاد عبر الدروب الصحراويه حين تاتي الفرصه المناسبه هي تحت الرصد والمتابعة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن الوطني من لحظة تجهيزها وإبحارها من مصر إلى الدولة المعنية لاستلام شحنة المخدرات وفي التوقيت المناسب وتنسيقا مع القوات المسلحة استهدف المركب في عرض البحر بالمياه الإقليمية حيث تم ضبط 260 جوالا لمخدر الحشيش تزن ستة أطنان ونصف الطن وضبط طاقم المركب على جانب آخر نجحت الإدارة من خلال الرصد والتحريات اللاحقة تحديد عناصر التشكيل العصابي القائمين على جلب تلك الشحنه من الخارج لداخل البلاد، وعقب تقنين الاجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنيه تم استهدافهم بمحل اقامتهم، وتبين هروبهم وجاري العمل على ضبطهم، لتؤكد هذه الضربه من جديد مدى قوه الاجهزه الامنيه ودقه المعلومات التي يتم تجميعها والتنسيق فيما بين الاجهزه الامنيه ووقوفها كحائط صد منيع ضد محاوله اغراق البلاد بالسموم القاتله.